اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم جراحات السمنه مع قيمه علميه كبيره في المجال ده، لكن خلينا ابدا لكم الكلام بقصه مهمه جدا. الاكل خطر جدا يا جماعه، وقد تصل الخطوره لمرحله مخيفه جدا. السينما المصريه ذكرت ده في منطقتين مشهورتين جدا احبهم الى قلبي، هو السقامات، فيلم رائع جدا. القصه باختصار انه واحد من ابطال الفيلم اللي هو الفنان فريد شوقي بعد وجبه دسمه توفى. الكلام ده حصل في الحقيقه فعلا. ادولف فريدريك ده ملك سويدي سنه 1771. الراجل دوت كان محب جدا للاكل، وكان عنده شهيه غير عاديه. في يوم 12 فبراير 1772 كانوا بداوا يستعدوا لما يسمى بالصوم الكبير في الديانة المسيحية معروف. وهذا الرجل تعامل مع الموضوع بشكل في مخاطرة كبيرة جدا. عمل وجبة كبيرة للغاية تضم بقى جمبري، الكافيار، الاستاكوزا، حساء الملفوف، الرنجة المدخنة، كمان اللفت، اللحوم المسلوقة، وحط فوق ده كله خمور. وكانت هذه هي الوجبة الأخيرة في حياته. مات على مائدة الطعام بعد ما انتهى من الأكل وشرب الخمور. قعد مكانه وجات له زي أزمة قلبية. طبعا ما نقدرش نعرف إيه اللي حصل في الوقت في اليوم ده بتحديدا، يعني سبب الوفاة، هل ارتفاع في ضغط الدم جدا، انفجار في المخ النزيف، أي حاجة، واتيفر السبب اللي جاه بعد كده، لكن السبب المباشر البرسبتيتنج فاكتور كان هو الأكل. أنا بحب التاريخ وبحب أقول لكم جملة مهمة جدا، إن الأكل مخيف، السمنة مخيفة، وممكن وجبة تقضي على حياة سيادتك. خلي بالك من هذا الكلام عشان ما يتكررش التاريخ اللي بيتكرر كتير، بس ده راجل مشهور وكتب عنه. في ناس تانية مشت المسألة على مستوى الكلام الشعبي والحكاوي اللي اتنقلت بين الناس وبعضها، ده اللي قضى عليه بطه جباره او اكله تقيله او نص بط نص خروف كله هو وصاحبه وجات له المشكله. النهارده لقاء ممتع جدا مع واحد من الاسماء القديره على مستوى مصر والوطن العربي، والحقيقه بيبهرنا دايما باسلوبه العلمي والتقني، وشرف لينا انه يكون معنا دائما. استاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، وعضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي، ضيف العزيز. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. ابتسمت وانا بحكي. اهلا وسهلا. قصه ممتعه الحقيقه. يعني هي بتلخص طبعا انه يعني احنا عايزين نخس، عايزين نشيل مسؤوليه شويه في ان احنا ننظم التغذيه بتاعتنا جزء كبير، واذا فشلنا ناخد خطوه اكبر شويه، لان في بعض الناس بيبقى عندهم مناعه انسولين الحقيقه بيبقى نزول وزنهم صعب شويه، وخصوصا ان الناس اللي عندهم سمنه في جزء منهم بيبقى عنده وراثه، يعني هو ما بيبقاش شاره للاكل قد ما الجسم هو بيدفعه لان هو ياكل وجبات فيها طاقه عاليه، يعني فاحنا بنعذرهم شويه، ولكن عايزين ناخد خطوه فعاله. الموضوع ده محتاج يتاخد بحرفيه شويه. حاولت في الدايت فشلت، راكب بالون، وزنك زايد اعمل تكميم، وزنك عندك سكر اعمل تحويق المسار مع تنزل لك وزنك وتعالج السمنه. يعني الهدف ان هو انقاص وزن، ما نسيبش وزننا يزيد خالص، يعني عشان نتفادى بقى المشاكل اللي هي بتاعت السادن ديس دي وان الناس تموت وكده. فننصح كل الناس طبعا ان هم ياخدوا خطوه فعاله في انقاص الوزن. الناس كتير من اللي عندهم سمنه مفرط عندهم اعتقاد انه ما عندهمش مشاكل، لان يعني هو عايش من غير مشاكل، مش عارف ان القنبله موقوته. تاثير السمنه على الجسم تاثير انسيديوس، يعني عايزين نفهم الناس الكلمه دي. هو الحقيقه طبعا احنا السمنه مشاكلها كتير، يعني هو معظم احنا دايما في كلمه كده ان مريض السمنه هو مريض فراجايل، يعني هو هش. هو طبعا هو مش صحته جامده ولا حاجه، لا بالعكس، ده انت تبقى يعني كويس، بس اعمل شويه فحوصات هتلاقي في حاجات طبعا خفيه هتظهر. احنا في لسته كده من الفحوصات بنعملها قبل العمليات،
بقينا ناخد الحاجات اللي هي الـ 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 الأساسية فيها. يعني أنت يعني عملت بان الكوليسترول ودهون ثلاثية وما هدي يعني بوظت في كل الناس. بنلاقي برضو بنعمل سونار لكل الناس بعد قبل عملية السمنة. يعني عايز أقول لحضرتك 90% منهم عنده تداهم في الكبد. تداهم في الكبد ده بقى عامل مشاكل، يعني معلي الإنزيمات ولا مش معليها، يعني بتبقى من واحد لواحد. لكن في النت ريزلت أنه عنده تداهم في الكبد مرضي. الناس بيبقى عندهم مشاكل خفية، أنه بيبقى عنده سكر مش متعالج، بيبقى عنده الضغط بتاعه بيظهر لأول مرة مع القياس قبل العمليات أو أثناء العملية، بتلاقي ضغطه فليرنج في السماء. يعني تلاقيه طبعاً 160-170 ويقول لك انا ما باخدش اصلا علاج سكر ضغط، ولا كنت بتعالج من سكر قبل كده، ولا اعرف ان عندي كوليسترول، ولا اعرف ان عندي تداهم في الكبد. فطبعا السمنه لها مشاكلها اللي هي يعني ممكن، وطبعا فيها ناس بتعاني منها بعلاء تاني في الانجاب. يعني السيدات اللي هم عندهم وزن زايد ما عندهاش صعوبه في الانجاب، الدوره الهرمونيه اصلا كلها معكوسه. يعني الرجال اللي عندهم برضو صعوبه في الصحه الانجابيه، او يعني ضعف في الصحه الانجابيه او القدره الانجابيه، طبعا السمنه بتحول هرمونات الذكوره الى هرمونات اخرى انثويه. وطبعا مشاكلها كثيره جدا سواء بالنسبه للسيدات على الصحه العامه للانجاب. يعني في مشاكل كثيره جدا، يعني ده عايزه يعني هنمسكها حته حته. اول حاجه هنتكلم على تأثير السمنة على الجهاز التناسلي للمرأة، على القدرة على التبويض، على القدرة على الحمل. كتير من حالاتك كمان نحكي من واقع الحالات، انه بعد الجراحة وخست، بعد ما كانت عندها مشاكل ومحاولات حقن مجهري، حملت تلقائي. طبعا دي حاجات هو دكاتره الناس يعني اكيد بينصحوا الناس، السيدات اللي هم متاخرين على الانجاب فيهم فئة كبيرة جدا عندهم تكيس مبيض، في فئة كبيرة جدا عندهم سمنة مفرطة تمنعهم من الانجاب. دول لو يعني قعدت تديهم ادويه مدى الحياه هي مش هتخلف. وطبعا احنا عارفين يمكن في معلومه طبيه واضحه ان اضطراب الهرمونات وتكيس المبيض نسبه كبيره جدا 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 منهم بيكون بسبب السمنه المفرطه. عالج السمنه المفرطه، ما انتش محتاج لعلاج تاني. ويمكن قصص كتيره جدا الناس اللي هي بتبقى متاخره على الانجاب وعملت على فكره IVF يمكن مرتين ثلاثه وعندها وزن زياده، بترجع لك بعد العمليه يعني بعدها بسنه او سنتين بعد العمليه بتلاقي خلفت ومعاها طفل، وتلاقي جايه مع حد تاني بعد شويه، لان الدوره او الاتزان الهرموني بيرجع مره تانيه الى الوضع الطبيعي المعكوس بسبب الدهون. ويمكن احنا مفيش جراح نساء او حد بيبقى عنده مريض سمنه وبيعالج فيه بيبقى مبسوط منه خالص، بيتعب معاه جدا وفي الاخر بيبقى بيك فيلر. يعني فالاصل ان احنا نرجع الامور لاصلها. انا عايز بس اكمل نقطه، انه مش بس على فكره في تخصص النساء في حاجات ما ينفعش معاها السمنه المفرطه. المفصل الصناعي اللي بتركب في السيدات اللي هم او الرجال اللي هم معظمهم سيدات، يعني بيبقى المفاصل بقى مش شايلهم في سن بقى 60، ويبقى طلبها الوحيد انا مش عايز اركب مفصل. انا حتى الدكتور بيقول لا انا مش هعرف اركب لك مفصل على وزن 120 كيلو ولا 140 كيلو، ما مش هعرف. طيب انا لو ركبت مفصل على ده ايه الوضع؟ يعني ما هو ده ما فيش مفصل صناعي يشيل الوزن ده. النمره الثانيه في امراض ثانيه زي غضروف في الظهر، واحد وزنه 130-140 كيلو، طبعا تعالج ازاي؟ اعمل لك عمليه ازاي يعني؟ ما هو ده قصدي، في امراض لابد من ارجاعها للوضع الطبيعي للاصل. اصل المرض هو السمنه المفرطه، عالج السمنه المفرطه كل مشاكلك بالنسبه لك تحسن. في امراض تانية يمكن مشهوره جدا، سكر من النوع التاني، عنده واحد مريض سمنه مفرطه وعنده سكر من النوع التاني، طب ما تعمل عمليه تحويل مسار. انت من الناس المحظوظه جدا، علاجك في عمليه تحويل مسار نزل وزنك، قلل الامتصاص، نشط البنكرياس بعمليه تحويل مسار. فانت بترجع لوضعك الطبيعي الصحي المظبوط. يعني قصدي ان الموضوع مش بس في النساء، لا ده في تخصصات كتيره جدا. يعني انت لو نزلت وزنك وتعالجت بعمليات انقاص الوزن، انت هتوقف بقى شنط الادويه اللي بتاخدها للمفاصل، للسكر، للضغط، للكوليسترول، لتداهم الكبد. واحد بيعالج نفسه وعنده انزيمات الكبد عاليه وعنده تداهم في الكبد، انت عايز تعمل له ايه؟ هتعمل له ايه؟ ما يعني ده الناس تبقى فاهمه حقيقه الامر. نزل وزنك. لا نزل في كمان حاجه انا بلاحظها في بعض المرضى، ان هو بيبقى مريض سمنه مفرطه ومش مدرك انه سمنه مفرطه. يعني هو ايه؟ صحيح 120 كيلو وبيتكلم على ان ال 120 كيلو، لا 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 انا مش 180 ولا 190، انت 120 دي انت سمنه مفرطه. صحيح، احنا دي توصيات من منظمه الصحه العالميه من 91،
طبعا قالت انه عشان ما يعني النقطه دي مهمه للغايه لسبب ان الناس بتسوق التصرف او بتسوق الاختيار في انقاص الوزن الزائد. يعني الناس اللي هي او وزنها زايد فوق ال 100 كيلو او 110 كيلو بيبحث عن طريقه لانقاص الوزن قد تكون تحفظيه لفترات كبيره جدا، وتلاقيه نازل 10 كيلو وزيتهم تاني، 20 كيلو وزيتهم تاني. مناعه انسولين، مناعه انسولين موجوده هي يعني فيها صعوبه في انقاص الوزن. انزل يو كيرفنج بقى، انزل تاني، اطلع انزل انزل اطلع، بتلاقي نازل دهون وعضلاته عمال يزيد بس دهون، شكل جسمه باظ، ما فيش طريقه فعاله خالص لانقاص الوزن. على الجانب الاخر احيانا ان احنا الناس بتبقى عارفه ان وزنها ده مش سنه مفرطه، عشان كده في بعض الناس تقول انا عايز اشفط دهون، اشفط شويه دهون. طبعا ده يعتبر خطا جسيم، سواء اذا كان الدكتور هيعمل لك شفط دهون وانت عندك سمنه مفرطه، فده يعني ضياع للوقت، ويمكن كمان بقى يمكن كمان تبقى الموضوع يزيد صعوبه شويه ان انت تشد بطنك وانت وزنك فوق ال 100 كيلو او 120 كيلو، وتلاقي نفسك طبعا نفسك مكروش، عندك فتق في الحجاب الحاجز بسبب ان ضغط البطن عالي، وتلاقي طبعا السمنه ما راحتش، وتلاقي يعني حتى وظيفه الكلى احيانا بتتدهور بسبب زياده ضغط البطن العالي الشديد بسبب كومبارتمنتال سندروم. انت راجل مريض سمنه مفرطه هتروح فين؟ يبقى اذا ما ينفعش ان احنا نعمل، اذا كان وزننا زايد في سمنه مفرطه ما تقعدش على الدايت فتره كبيره، لانه هو ست شهور لو انت يعني وزنك 15 20 كيلو فشلت في ده، جرب في طريقه اقوى شويه، ما تقعدش بقى طول عمرك اجرب دايت رايح جاي وانت وزنك اصلا في نطاق السمنه المفرطه المرضيه. النمره الثانيه ما تعملش حاجه موضعيه للسمنه المفرطه. السمنه الموضعيه لها علاجات زي شفط الدهون، شد البطن. السمنه الموضعيه الناس اللي هي الناس تفهمها، المشكله انه في ناس كتير بيبقى باصص لبطنه لكرشه كده وكانه هو ده المشكله الوحيده، مش واخد باله ان هو توتاله عنده سمنه. الكرش او البطن يعني لوحدها لما يبقى وزننا في خلال 5 10 15 كيلو انت في نطاق السمنه الموضعيه. وعلاجك موضعي ما تخافش، يعني ده شويه دايت على شد بطن مظبوط، شد شويه ترهلات، الدنيا بتظبط يعني. طب انا بقى عديت في نطاق السمنه المفرطه المرضيه، انا علاجي هو انقاص الوزن بعمليه التكميم او نوع بقى من انواع تحويل المسار، سواء تحويل المسار ذات الوصله الواحده او الوصلتين اللي هو الكلاسيكي او السيدس اللي هو تحويل مسار الاثنى عشر، فدي عمليات كلها لانقاص الوزن منصوح بها من منظمه الصحه العالميه من سنه 91. فدي نصيحه لكل الناس المصابه بالسمنه المفرطه، دور على حل اللي هو المناسب لعمليه السمنه المفرطه، انت عشان ما تضيعش وقتك وتضيع مجهودك وتضيع برضو فلوسك في حاجه غير مناسبه، يعني ما تبقاش افكتيف. بابوري رايح بابوري جاي، تعبير دايما بقوله ما بين السمنه والسكر بيلعبوا مع بعض زي ايه؟ لا العزومه دي عندك، لا العزومه دي عندك. السمنه معناها مستقبلات مش عارفه تشتغل كويس ودهون عليها، والانسولين يجي يشتغل ما يعرفش فالانسولين يعلى، والبنكرياس في النوع دوت في نوع السكر التاني بيبقى نشط اكتر وبيطلع انسولين اوانطه، بس الانسولين الاوانطه ده لا منه ولا كفايه شره، مش عارف يشتغل على السكريات لكن بيكون دهون فبيخلي الانسان يزيد. دوره مفرغه يعني، لازم سايكل كده لازم تتكسر يعني. احكي لي بقى هذا المزدوج الشرير لما بيجي لك. خلينا نقولها في جمل سهله بسيطه لكل الناس، احنا عندنا نوعين طبعا من السكر، النوع اللي هو بتاع الاطفال الصغيرين اللي البنكرياس مش شغال احنا مش هنتكلم عنه خالص، لانه مش هيستفيد من عمليات السمنه الا اذا كان، ودور رير يعني ان انت تلاقي مريض عنده سكر من النوع الاول ووزنه كبير، فده يعني يبقى محظوظ قوي يعني، يبقى عمل عمليه نزلت وزنه وقلل جرعات الانسولين، ده نوع اول خلاص يعني اللي هو بيجي في السن الصغير الاطفال اللي معتمد على الانسولين من صغره، احنا ده خليه على جنب اللي هو هيستفيد من حاله واحده لو عنده سمنه مفرطه. اللي احنا الناس الماجوريتي بقى يعني النسبه الكبيره من الناس اللي هي عندها سكر دول سكرهم من النوع الثاني، اعني ان الناس دول البنكرياس فيه الرمق لسه يعني ممكن يشتغل، في ريزيرف احنا ممكن ننشطه ثاني او في جزء ممكن يتنشط او يعمل ثاني فيما بعد عمليه تحويل المسار. السمنة المفرطة يعني هي تمثل تقريبا 80-90% من أسباب السكر من النوع الثاني. عملية تحويل المسار هي بتعكس كل الحاجات المسببة للسكر من النوع الثاني
زي تحويل مسار المعدة المصغر أو حتى تحويل مسار المعدة الكلاسيكي بيشتغلوا بنفس الطريقة. تقليل كمية الأكل معناه تقليل الوزن، معناه برضو تقليل مناعة الإنسولين، يعني أي كمية إنسولين تقدر تدخل سكر الخلايا، فمش محتاج البنكرياس إنه يطلع كمية كبيرة وبالتالي بيشيل عنه حمل كبير. النمرة الثانية الوجبة اللي أنا باكلها يعني 70-80% من السكريات والدهون الجسم ما بيستفيدش منه، وبالتالي انت شلت حمل كبير جدا على البنكرياس. يعني البنكرياس المجهد ده هو مش قادر يشتغل بالقدرة الكاملة بتاعته، وبالتالي هو نسبة السكر يعني على قد الممتصة او الدهون او يعني الاكل الممتص هو على قد كفاءة البنكرياس ان يقدر يدخل لك سكر الخلايا، يقدر ان هو يعادل نسبة السكر في الدم دون اجهاد، وتلاقي سكرك ابتدى يظبط. كنا يعني طبعا بقالنا فترة في المؤتمرات بنتكلم على ادوية مماثلة للجي ال بي 1 او هرمون داخلي بيفرز من خلايا في نهايه الامعاء، وده يعني عامل ثوره طبيه جامده جدا وعلى فكره غالي جدا يعني. ما بس ماشي، احنا عندنا امل انه يرخص، بس هي دي النوعيه من الادويه اللي مديانا امل كبير في تحسين برضو الميتابوليك اكتيفيتي بتاعت البنكرياس. طبعا السكر طبعا طبعا هو طبعا ده، وطبعا هو مش في يعني طبعا هو ده متوفر طبعا، وفي بعض على فكره الدول يعني مخليها من ضمن منظومه العلاج اللي هو الانشور التأمين. يعني التأمين الصحي. لكن طبعا هو ده بيطلع، ربنا خلقه بيطلع من خلايا ال سيل في نهايه البنكرياس. الدوره بقى الهرمونيه اللي دوره الاكل لما بتبقى سريعه بعد تحويل المسار ما بنعزل جزء من الامعاء، فبالتالي الخلايا دي بتفرز كميه كبيره من جي ال بي 1 ينشط بقى البنكرياس تاني، وان كانك بتاخد علاج يعني بالاف الجنيات يعني طبعا رباني يعني من ضمن المنظومه الهرمونيه بتاعت الجسم ربنا اللي خلقها طبعا بتنفذ مهام ان هي بتنشط البنكرياس مره ثانيه، بتكاسر انتاجه من الانسولين وبتقلل مستوى السكر في الدم بصوره فعاله جدا. فيعني عمليه تحويل المسار انا شايف ان هي حلم، يعني ده موفق لكل الناس اللي مصابه بالسكر من النوع الثاني، انه يخلص من علاج السكر، يوقف المشاكل بتاعه السكر على الشبكيه وعلى الكلى وعلى الاطراف، وطبعا مشاكل السكر قد يعني لا تتوقف عن ان هي بتعمل للناس، يعني طبعا مش بخوف الناس، لكن مشاكل السكر ممكن تعمل لك مشاكل تقعدك في البيت، يعني طبعا من مشاكل الاعصاب والاطراف والشرايين الاطرافيه اللي بتتسد، ومشاكل طبعا الباتر والحاجات دي. طبعا احنا عايزين نوقف السكر عند حده، عايزين نوقف مضاعفات السكر عند حدها، بحيث يبقى احنا عملنا حاجه فعاله للجانبين، لعلاج السكر ولانقاص الوزن. احنا يعني ما فيش تخويف، لانه الناس كلها عارفه ده واقع مشاكل السكر، وعارفين السكر بقى من حيث الانتشار والتاريخ والتواجد كمرض بقى مرض موجود في الثقافه الشعبيه، وحتى ناس صحيح. ساعات بتخاف بلا مبرر، يعني ساعات الحاله بتبقى مسيطر عليها. انا بتكلم بقى على السكر اللي هو في الناس المواظبه اللي بتاخد علاجات كويسه اللي محافظه على وزنها ما بعد حتى العمليات، ما فيش بقى داعي خالص ساعتها للخوف، بالعكس احنا بنتحول الى امل شديد، خصوصا مع النيو جينيريشن، خصوصا مع الجراحات والكومباينيشن ده رائع جدا. يعني حتى في السكر من النوع الاول احنا ممكن نعمل تحويل مسار والعين يرجع يخس ويبقى كويس، ونديله ادويه قليله جدا قليله جدا جدا طبعا يعني هو نسبه السكر هتقل خالص خالص خالص، وما بقاش عنده خوف من اكل الوجبات، يعني اثناء الوجبه مش خايف ياكل، فيقوم السكر رافع 600 و700 والانسولين كميته تقل خالص، ده في النوع الاول وقد ينتهي تماما العلاج في النوع الثاني. في اللقاء القادم سيستمر حوارنا مع ضيف العزيز المبدع دائما اللي بيمتعنا بهذا الحوار العلمي الراقي جدا، بتنور الدكتور كريم بجد، الناس الحلوه، ضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل العريقه، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا في الناس الحلوه. خلينا نكمل لسه مع الجراحات السمنه، ولكن من داخل غرفة العمليات من داخل المستشفى مع ضيفي العزيز، بس المرة دي بكاميراتنا، مع جراحة سمنة مهمة جدا جدا، ومريض سمنة أكيد سيتحدث أفضل مننا
يمكن ليه كنتوا على الاقل تفهموه، لانه هيقول لكم هو تجربته كانت ماشيه ازاي. خليكم مع الناس الحلوه. مشكلتي انا بدات من 15 سنه يظهر عندي سكر من النوع الثاني، فبدات اتدرج في استخدام ادويه السكر حتى 10 سنوات وصلت الى مناعه ضد كل الحبوب والمنظمات، وبدأ بعدها في استخدام الأنسولين. من المتابعة للنت ومتابعة عبر التلفزيون تعرفت على الدكتور كريم صبري وتواصلت معه عن طريق التليفون وشرحت له الوضع وإيش اللي حاصل بالضبط، فقال مشكلتك بسيطة وإن شاء الله تزورنا. وفعلا عملت التحاليل المناسبة، كان عندي المتوسط وصل إلى 11 وبدأت تظهر علي آثار أو غيبوبة السكر بسبب الأنسولين، يعني وصلت إلى مناعة يتراكم الأنسولين في الجسم وبعدها مباشرة ينزل السكر فجأة، وكنت أصاب بغيبوبة السكر كنت أصل إلى ساعة إلى ساعتين. آخر يوم ما قبل العملية وصلت إلى غيبوبة السكر استمرت إلى 3 ساعات، بعدها سويت العملية بتاريخ 3/7. العملية ما استغرقت وقت ولا استغرقت جهد، يعني كلها تقريبا 2 ساعة بنج وعملية وإفاقة. فعندما طلعت من غرفة العمليات لم أصدق أن أنا سويت العملية، لأن جسمي مرتاح تماما ولا أشعر بأي تعب أو بأي إجهاد. فسألت المرافق تم إجراء العملية؟ قال تم والحمد لله. وزني من 90 نزل إلى 75 كيلو واستقر على هذا الحال، أمارس حياتي طبيعية وما فيش أي فكرنا مع بعض مين المرض أو الحالة المرضية اللي نعتبر إنها واحدة من أشهر ما يسمى بالدوائر المفرغة اللي بيعيش فيها المريض؟ vicious circle. أكيد هنفكر إنه هو الضعف الجنسي. الدكتور عمره ما يكون مطالب إنه يسمع المريض كلام هو عايز يسمعه، هو الدكتور مطالب إنه يكون أمين مع المريض بتاعه وإن يقول له الصورة واضحة. الدعامة هي حل جذري في درجات الضعف العالية، هتخليه قادر على إتمام علاقة جنسية ناجحة، لكن طبعاً مفيش حاجة أبداً زي صنع الله. أنا لو أصبت بضعف جنسي دي مشكلة هتفضل مكتومة، وإن أنا حتى لو أنا توجهت مع صديق، مع صاحبي في الشغل زميلي، أو حتى صيدلي جنب بيتي وحلها لي مؤقتاً بإن أنا أخدت حاجة جابت نتيجة، بعد شوية ما بقتش تجيب وعند النقطة دي يبقى الأمر انتهى وأنا هنسى الموضوع.